والمزيد من النقاش ينضم إلينا من رام الله أشرف عكا، الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك. يعني إذن الحرب على غزة تدخل شهرها العاشر ونتنياهو يلمح إلى قرب التوصل إلى اتفاق، ما مدى واقعية هذا التصريح؟ يعني دعيني أقول أن نتنياهو بدأ يتنازل بعد أن أدرك تماما أن كل المتغيرات والظروف الداخلية والخارجية وتحديدا ما يجري في الولايات المتحدة من تغيرات لا تفيد بالضرورة استمرار إسرائيل في هذه الحرب. الحرب الكبرى، الحرب الشاملة، الحرب عالية التوتر مع جنوب لبنان والمنطقة لا تريدها الولايات المتحدة ولا تستطيع أن تخوضها في هذا الظرف العالمي والدولي المتسارع الأحداث والمليء بالمواقف المناقضة للسياسة والسلوك الأمريكي وانشغال الولايات المتحدة في ذاتها ومحاولة بايدن الحفاظ على مصالح إسرائيل العليا من وجهة نظر الولايات المتحدة واستراتيجيتها. لهذا تقديم التنازلات من نتنياهو أصبح أكثر واقعية، وبدلا من أن يتحدث عن توسيع الحرب بدأ يتحدث عن الصفقة وعن الهدنة وعن تلك الإمكانية المحتملة بهذا الاتجاه. أعتقد نحن أمام مرحلة جديدة مرتبطة بتنازلات نتنياهو بعد أن حسم الجيش الإسرائيلي الموقف لناحية ولمصلحة الصفقة، وأعتقد أن نتنياهو الآن يعيش على مرارة هذه التغيرات في الولايات المتحدة، حيث غير أهداف الزيارة للولايات المتحدة من محاولة حشد الدعم والتأييد لحرب ضد إيران وتوسيع الحرب إلى مرحلة يتلمس فيها عدم الدخول في الصراع الداخلي في الولايات المتحدة، خاصة أن الانتخابات الآن بعد انسحاب بايدن قد تشكل عائق أساسي أمام نتنياهو في تحقيق أهدافه، خاصة أنه كان يريد أن يأتي ترامب، وبالتالي احتمالية ترامب مناصفة بينه وبين هارس أعتقد أن الظروف لن تساعد نتنياهو كثيرا في هذه المرحلة. نعم، إذن قد نتحدث عن هذا الموضوع، ولكن في سياق هذه المقابلة دعني أعود أولا إلى نقطة، وهي أنك تحدثت عن تنازلات نتنياهو. في هذا الوقت الذي بدأ يتحدث به نتنياهو عن احتمالية التوصل إلى اتفاق، يزداد الضغط في قطاع غزة. هناك عملية إسرائيلية جديدة في شرق خان يونس أو استمرار لهذه العمليات، هو يحاول الضغط على ما يبدو ميدانيا كما يقول دائما. كيف تقرأ هذه التحركات بين تصريحاته وبين ما يجري على الأرض؟ أولا هو يريد أن يتقلد وينصب نفسه باعتباره القائد الذي جلب النصر لإسرائيل، وبالتالي العمليات العسكرية الآن بهذا الضغط وبهذه الطريقة يحاول أن يفرض واقع، ويحاول بالضرورة أن يفرض شروطه، وتحديدا في محور نتري ومحور فيلادلفيا. هذه مسألة يجب أن ندركها تماما، ويريد أن يحسن شروط الصفقة بما يخدم مصالحه السياسية في إسرائيل، وتكون لديه أداة يوظفها في مواجهة المعارضة من جهة والجيش من جهة، وتحولات الرأي العام في إسرائيل الداعمة والمؤيدة للصفقة والرافضة لاستمرار هذه الحرب. هذا ما يجب أن يقرأ، أن الرأي العام الإسرائيلي المدعوم من الشارع والمعارضة والجيش الذي حسم النقاش في داخل إسرائيل، هذه كلها بالضرورة تضعف نتنياهو، ولهذا هو يحاول أن يجد طريقة ما لخلط الأوراق ولمكاسب إضافية يحققها عبر الضغط العسكري ليحسن شروط الصفقة من وجهة نظر نتنياهو، وبالتالي يقول للجيش الإسرائيلي وللمعارضة بالضغط العسكري استطعت أن أحقق هذا الإنجاز أو ذلك الإنجاز. وهذا بالضرورة لن يسعفه كثيرا، لأن طبيعة التصورات الاستراتيجية للمنطقة من منظور حتى أمريكي بالضرورة لا تتوافق مع ما يطرح نتنياهو، خاصة بما له علاقة بتكريس الواقع الأمني للقطاع أو جعل القطاع نتو أمني ما بسيطرة إسرائيلية. هذا مرفوض إقليميا، مرفوض من مصر، مرفوض من العالم، ولهذا أعتقد نتنياهو يعيش على وقع أزمة كبرى. ولن هذا الضغط العسكري لن يحقق أي نتائج على مسار العملية التفاوضية التي من المتوقع أن تبدأ جولتها غدا. وظروف نتنياهو كما قلنا
سواء كان على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، وفشل تحقيق أهداف هذه الحرب يعقد المشهد بغض النظر عن تلك يعني الضربات والتصعيد الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي خدمة لأهداف نتنياهو بشكل أو بآخر.